الانتهاكات يعني عن طريق صندوق الكرامة. والجميع يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة أنهت أعمالها وأعدت تقريرا نشر في الرائد الرسمي يوم 20 مارس 2021. وتضمن هذا التقرير أولا حقائق معناها حول ما حصل في من انتهاكات في يعني حقبتي نظام بن علي وبورقيبة، وكذلك تحديد المسؤوليات وأسباب اللي أدت إلى الانتهاكات، والتذكير والتدابير للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد. ثم النقطة الثانية، تعرفوا اللي الهيئة قدمت تقرير يتضمن التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تعزز البناء الديمقراطي ودولة القانون. وتعرفوا اللي بناء على هذا التقرير الذي وجه للحكومة حسب الفصل 70، الحكومة كان المفروض أن تقدم برنامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات اللي قدمتها الهيئة، وهذا البرنامج كان من المفروض أن يعرض على البرنامج لمناقشتها. وكنت أنا كما تعلمون مسؤول على هذا التنسيق بين الحكومة والبرلمان، وكنا على وشك إنهاء كل الإجراءات. تقريبا كل الوزارات بعثت مقترحاتها المتضمنة الإصلاحات المزمع القيام بها على ضوء التقرير الذي قدمته الهيئة، لكن مع الأسف الشديد الجميع يعرف أن الانقلاب أوقف هذا المسار. بل أكثر من هذا، اليوم رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سيهان بن سدرين هي محل متابعة، محل ملاحقة قضائية منذ أسبوع، وهي تتردد على قاضي التحقيق. وهذا معناها إن دل على شيء إنما يدل أن معناها مسار العدالة الانتقالية قد ضرب، وأن مسار العدالة الانتقالية مع الأسف الشديد ذهب مع انقلاب 25 جويلية. إذن ككل المستبدين بعد الانقلاب، وضع قيس سعيد يده على كل السلطات واشتغل على تقويض المؤسسات الرئيسية والحيوية اللي هي تحمي حقوق الإنسان، وذلك معناها بتقليص مساحة التعبير للمعارضة للوصول إلى هدف نهائي، وهو ممارسة السلطة بدون قيود. الجميع يعلم أن أهم هذه المؤسسات التي تم ضربها هي القضاء. تعفو القضاء حسب الدستور، وهذا لا بد من تذكير دستور الثورة، دستور 2014، القضاء هو سلطة كما ينص على ذلك الفصل 102، سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. إذن عندما تنتهك الحقوق والحريات فإن القضاء هو الذي يحمي الحقوق والحريات. لكن ماذا فعل به المنقلب هذا القضاء؟ تعرفوا جميعا اللي اول اجراء او من الاجراءات الاوليه التي اتخذها في اطار تكريس سلطته المطلقه هي حل المجلس الاعلى للقضاء. تعرفوا اليوم المجلس الاعلى للقضاء اصبح مجلسا معينا من طرف رئيس الدوله بعدما كان معناها منتخب. عزل 57 قاضي بقرار رئاسي، ثم استصدر مرسوم رئاسي بموجبه يمكن لقيس سعيد أن يعين القضاة ويرقيهم ويؤدبهم. ثم أصدر مرسوم في 1 جويلية 2022 يخول له سلطة فصل أي قاضي من جانب واحد بناء على معايير غامضة وغير محددة دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في مخالفة للمعايير الدولية التي يجب أن يعني أن تحدد الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العقوبة بالنسبة
من قبل هيئة مستقلة بالنسبة لأي قاضي مباشر. هذه إذن وضع يده على القضاء شخصيا ثم بواسطة وزارة العدل. اليوم ما نعيشه هو أن هنالك استلام من طرف وزارة العدل على اختصاصات المجلس المؤقت للقضاء، يعني حتى المجلس المؤقت الذي اختاره هو يعني وقع يعني الاستيلاء على خصوصياته واختصاصاته، وذلك بالتحكم من طرف الوزارة في تركيبة المجلس المذكور، مثلا مؤخرا بإبعاد عضوين بالصفة من أعضائه ونزع يعني سامي مسؤوليتهما خارج القانون والإجراءات. اليوم التعيينات أصبحت مشبوهة وفضائحية، تكون طبقا الولاء السافر للسلطة الحاكمة بموجب مذكرات داخلية من طرف الوزيرة. إذن هناك عمليات تجريف واسعة ونوعية للمسؤوليات المفصلية في الدوائر والمحاكم والنيابة العمومية، خصوصا بمحاكم تونس الكبرى. إذن من يحمي ضرب من يحمي الحقوق والحريات، لكن قيس سعيد كذلك ضرب من يدافع عن الحقوق والحريات. هو دافع ضرب لسان الدفاع المحاماة من خلال حذف الفصل 105. تعرف المحاماة في دستور 2014 كانت مدسترة بواسطة الفصل 105 اللي يقول أن المحاماة شريكة في إقامة العدل وتدافع عن الحقوق والحريات، ويعطي للمحامي هذا الفصل الضمانات التي تكفل استقلاليته وحمايته وتمكنه من أداء دوره في الدفاع عن المتقاضين وفقا للمعايير أو لمعايير المحاكمة العادلة. إذن هناك تراجع في المكتسبات الحقوقية التي حققها المحامون من يعني بفضل نضالاتهم، ثم تولى قيس سعيد إقصاء المحامين من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء. تعرفوا أن المحامين كانوا أعضاء في هذا المجلس وأعضاء منتخبين، ثم إقصاهم كذلك من المحكمة الدستورية في القانون الذي سنه هو، و اللي هي التو ما زالت لم يقع إحداثها، ثم عدم الاعتراف بالحصانة التي يوفرها الفصلين 46 و 47 من مرسوم المحاماة المؤرخ في 20 أوت 2011، وذلك من خلال تسليط أو تطبيق المرسوم 54 يعني على المحامين يعني أثناء قيامهم برسالتهم وقيامهم بدورهم. إذن هو قيس سعيد وضع اليد على القضاء حامي الحقوق والحريات، وتمكن قيس سعيد من خلال هذه الإجراءات التي اتخذها، يعني أصبح تقريبا هو ربنا الأعلى، تمكن من ملاحقة معارضين أمام المحاكم المدنية وحتى العسكرية، وأعطى تعليمات للزج بعدد كبير من هؤلاء المعارضين بالسجون، وتتبع الآخرين على أساس قوانين استثنائية، قانون مكافحة الإرهاب، الفصل 72 من المجلة الجزائية اللي يتعلق بالتآمر على أمن الدولة، المرسوم سيء الذكر 54. تعرفوا اليوم أيها الأخوات أيها الإخوة، هنالك 102 نائب وعلى رأسهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي محل ملاحقة قضائية. هنالك العديد من الوزراء السابقون منهم ما لا يقل عن 5 رؤساء حكومات: العريض، الجبالي، جمعة، الشاهد، المشيشي. الخمسة هؤلاء هم محل ملاحقات قضائية، وفيهم واحد اللي هو الدكتور المهندس علي العريض يقبع الآن في سجن قيس سعيد. ما لا يقل عن 50 قاضي محل ملاحقة من أجل جرائم خطيرة منها قانون الإرهاب. هناك ما لا يقل عن 40 محامي، نفس الشيء، من هو في السجن ومن هو محل ملاحقة. هناك
العديد من الصحفيين منهم اثنان على الأقل يقبعان في السجن. خليفة القاسمي خمسة سنوات على من أجل مقال يعني يصف فيه ما حصل في مركز شرطة، يعني ويقال وأنه أقصى حكم صدر في تاريخ تونس المستقلة على صحفي. سماح الحاج مبارك نفس الشيء، تعرفوا اللي الرئيس المنصف المرزوقي هو كذلك محل ملاحقة قضائية، حكم عليه 4 سنوات سجنا من أجل يعني المس من كرامة رئيس الجمهورية. إذن هذا الكل وهذه الصورة التي أعطيتها إياكم هي فضيحة، فضيحة لتونس الثورة، تونس اللي اليوم بالنسبة لقيس سعيد أصبح فيها الجميع يتآمر على أمن الدولة. تعلمون وأن هنالك تقريب ما لا يقل عن 14 قضية تآمر على الدولة، على أمن الدولة، فيها في 19 تهمة، منها محاولة قتل الرئيس الجمهورية، يعني تعطيل مسار الصلح، محاولة تعطيل مسار الصلح الجزائري. يعني آخر قضية فضيحة قضية اللي وقع ملاحقة فيها مهدي بن غربية، واللي فيها كيسنجر وفيها يوسف الشاهد، يعني أنه المهدي بن غربية حسب وشاية من أحد المساجين الملاحقين من أجل شيكات بدون رصيد، قالوا أن المهدي بن غربية بواسطة أحمد صديق ومعية يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق هما قاعدين يشتغلوا بالتواطي مع كيسنجر اللي هو توفي على تعطيل مسار الصلح الجزائري وإفشال الانتخابات المحلية وتأجيج الأوضاع في البلاد مقابل مبالغ مالية ضخمة حسب ما هو وارد في هذا الملف. كذلك صورة قاتمة رجوع التعذيب في السجون ومراكز الأمن. مؤخرا الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في بلاغ لها يعني لم تمكن من زيارة أحد السجون بدون أي سبب، وتعرفوا اللي هذايا حسب قانون الهيئة هو موجب للتتبع الجزائي. هذاك علاش اليوم نتحدث عن المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. كذلك الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أصدرت عدة بلاغات يعني وصرخات فزع حول ما يحصل، وخاصة حول تطبيق المرسوم 54 اللي بواسطته اليوم قيس سعيد ووزيرته وزيرة العدل هم بصدد تكميم الأفواه وملاحقة كل صوت حر في الوطن. أنا أختم هذه الكلمة اللي هي معناها أعتبرها موجزة باش ما ناخذش الوقت على بقية المتدخلين، أختمها بشهادة سجينين سياسيين. نحن اليوم نقف تحية لهؤلاء السجناء، يعني تحية على صبرهم، تحية على صمودهم، تحية على نضالهم. لسنا مثلهم نتمتع بالحرية، ونعلم جميعا ومن ذاق السجون كم هي الحرية غالية. هؤلاء السجينين اللذين حسب رأيي يعبران على ما يخالج يعني داخل كل سجين سياسي وكل وطني، يعني كل تونسي مؤمن بقيم الحرية والديمقراطية. تعرفوا أن الأستاذ رضا بالحاج صديقي المحامي والسياسي والصديق العزيز، يعني بعث برسالة هو في شكل نداء إلى زملائه عن طريق عميدهم، عميد المحامين، يقول صمت مريب عما يلحق بي وبزملائي في المهنة وبإطارات الدولة وقيادات سياسية من اتجاهات مختلفة من تنكيل وتعسف. 10 أشهر كاملة ونحن مراهن الاعتقال بتهم واهية لا أدلة وقرائن فيها. 10 أشهر شهدنا فيها كل
الأشكال الدوس على الحقوق الأساسية التي تضمنها التشريع التونسي والتشريع الدولي للإنسان، وانتهاك صارخ للإجراءات. مداهمات محلات السكنة ليلاً وتفتيشها أكثر من مرة، والاحتجاز وإصدار بطاقات إيداع دون سماعات، اعتقال محامين أثناء أدائهم لواجبهم، إلى جانب اختلاق تهم لا وجود لها كتدوينات لا أثر لها على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتمادها كحجة للإيداع بالسجن. والأدهى والأمر أنه طوال هذه المدة وزملاء لكم سابقون لك في المهنة المقدسة كافحوا لإصدار قانون المحاماة وفرض حصانة المهنة ملقون اليوم في السجن ظلما، ولم نسمع لك صوتا، ولم نلمس منك موقفا. إذن هذه شهادة أولى معبرة، ثم شهادة ثانية معبرة يمكن أكثر، لأن حقيقة معناها كتبها في رسالة من داخل سجنه القاضي بشير العكرمي، اللي نعتبر قضيته أكبر فضيحة في تاريخ البلاد، في تاريخ القضاء التونسي، كان مش في تاريخ البلاد التونسية. يقول بشير العكرمي: سامحوني، شيء أقوى مني، أمور تتجاوزني، يا أنا يا هو في الحبس، يا أنا يا هو في الحبس. هكذا علل قاضي التحقيق بقطب الإرهاب بقرار إصدار بطاقة إيداع في حقي بتاريخ 10 مارس 2023 بحضور جمع من المحامين. هل من ظلم أشد مضاضة من أن تتحول العدالة إلى مساومة بين أن تسجن بنصب التاء أو تسجن برفع التاء؟ هل من جور أفظع من أن يختار قضاة ظلم زميلهم على أن يسجلوا موقفا تاريخيا مشهودا يقفون بفعله أمام الناس وقفة عز وآباء وشموخ؟ لم تكن الغاية من الحملات التي استهدفتني وأنا بمكتب التحقيق 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس ثم وكيل الجمهورية بنفس المحكمة سوى جري نحو توريط طرف سياسي وتصفية حسابات سياسية كنت وما زلت وسأبقى بعيدا ما يكون عنها وعن أهلها، حين رفضت أن أكون بيدقا وتمسكت باستقلاليتي باستقلالتي ولما كنت وما زلت وسأبقى بعد سيكون عنها وعن أهلها، وحين رفضت أن أكون بيدقا وتمسكت باستقلاليتي نالتني السهام والنصال، وانتهى بالحال سجينا بفعل بطاقات إيداع سيذكر التاريخ من أصدروها بما يستحقون. يواصل بشير العكرمي يذكر التاريخ، وسيذكر أن البشير العكرمي لم يتولى فقط التحقيق في قضية اغتيال الفقيد شكري بالعيد، بل تولى النظر كذلك بنفس الاقتدار والمهنية في ملفي عمليتي بارد وسوسة الإرهابيتين، إذ شارك في هاتين الملفين قرابة 12 دولة أجنبية بأجهزتها القضائية وضابطاتها العدلية وأجهزة استعلاماتها عن طريق إنابات قضائية، وتمت المصادقة على كل أعمال التحقيق من طرف الدوائر الجنائية الابتدائية والاستثنائية والاستئنافية، وأصبحت الأحكام نهائية، وبات كل هذا نتج عنه تكريمي من طرف محاكم أجنبية عليا ببريطانيا وبلجيكا وفرنسا. يقول بشير العكرمي لقاء حرفيتي في معالجة الملفات الإرهابية في المقابل ينسب إلي في بلدي جرائم إرهابية بناء على شكايات كيدية مقدمة من طرف حزب سياسي تواطأ فيها لاحقا لوبي قضائي. ويختم بشير العكرمي القاضي بتوجيه نداء
إلى كل المنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال استقلال القضاء، وإلى الشخصيات الحقوقية، وخاصة إلى زملائه، أنه فيقول في إطار ما تعرضوا له من مظلمة صارخة تجاوزت كافة المواثيق والأعراف والتقاليد الدولية، ويتم سجن قاض يتم سجن قاض من أجل أعمال قضائية تأيدت استئنافيا وتعقيبيا، فإن هذا العمل يشكل خطورة. وهذا العمل وهو يتوجه إلى زملائه القضاة، انظروا ماذا آل إليه القضاء، لقد فتح الباب إلى مساءلة القضاة جزائيا عن أعمالهم وأحكامهم وقراراتهم وسجنهم إن اقتضى الأمر. أخشى أن لا يوصد هذا الباب مستقبلا، لأن هاتين الشهادتين هو تكريم لكل السجناء السياسيين اللي على جالهم نظم هذا الملتقى. وبالطبع نحن سنواصل هذه الندوة، عندنا تدخلات كما تعرفوا، أول تدخل للرئيس الدكتور المنصف المرزوقي، تعرفوا الرئيس المنصف المرزوقي ماهو سياسي فقط، هو رجل حقوقي، هو رجل تحمل مسؤوليات يعني في مجال حقوق الإنسان، مسؤوليات كبيرة، ترأس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، هذه المنظمة العريقة. إذن له ما يقول في ما يتعلق هذه كل هذه المظالم التي يتعرض لها إخواننا وزملاؤنا وأخوتنا الخاضعين في سجون قيس الحي. فالكلمة إليك. مباشرة تحدث دكتور. لا لا مو يمشي 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 يمشي. طيب سيد علي، اخوتي واخواتي، السلام عليكم ورحمه الله. ميرسي دو فوتر بريزونس. ما اشبه اليوم بالبارح، يعني انا عندما اراكم واسمعكم واسمع نفس الكلام يخيل لي انه انا في 2004 وليس في 2024. كأنك يا أبو زيد ما غزيت، لكن هذا دليل على عش. دليل على أنهم هم مصرون على الاستبداد، ونحن مصرون أكثر على الديمقراطية، ونحن سنغلبهم. يجيوش 20,000 ثورة كل هذه الأشياء التي تدل على التخلف العقلي والذهني والأخلاقي والمجتمعي، هذا تدافع نعود إليها بالنعم، مش مشكلة مش مشكلة. المهم هو احنا الآن يعني أمام وضعية أنه هذه الأفعى التي يجب أن نتخلص منها من جديد، حتى ولو عادت إلينا 20 من شعب كم مرة إلى أن، ولو أنه أنا في آخر المطاف لا أعتقد أن هناك شعب يمكن أن يعيش طيلة يعني يصل إلى الديمقراطية ويعيش فيها طول العمر، حتى في هذه البلاد، حتى في كل البلدان الديمقراطية المهدد يجب أن ندافع عنها لإرساها، ندافع عنها لبقائها، ندافع عنها لاسترجاعها، وهذه معركة لا تنتهي. إذا الآن نحن في هذه المعركة، ما علينا أن نفعل. العميد قال أني أنا حقوقي وسياسي، أنا بالنسبة لي لا أفرق بين الحقوق والسياسي، أنا بالنسبة لي هم يعني تمشي على قدمين، الحقوقي في خدمة السياسي والسياسي في خدمة الحقوقي.
هذا رأيي، ولهذا لم أجد أبدا أن هناك يعني كأنه هذا ما يمشيش مع هذا. لا، أنا بالنسبة لي حقوق الإنسان يجب أن تكون في خدمة السياسة، والسياسة يجب أن تكون في خدمة حقوق الإنسان. إذا من هذا المنظور عندنا حاجتين، عندنا الآن الحقوقي ثم السياسي. لا يكون فصل بينهما مثل ما قلت 3000 مليون مرة. الحقوقي هو احنا الآن عندنا هنا أخوة، رياض بالطيب، خيام التركي، نور الدين بحيري، رضا بالحاج، الشيخ مهدي من الغربية، محمد بوعربدي، أحمد بن شلبي، حليم اللوز، عبد الكريم العبيدي، عصام الشابي، وأعتقد غازي الشواشي غازي والجاسي الشواشي، جوهر. جوهر من برد. إلى هؤلاء الناس أريد إذا تسمحوا أن أبعث لهم باسمكم جميعا بعبارة لا أقول شوف، أنا أكره الشيء عندي هو قصة الظلم والمظلومية. أنا مظلومين، هذا الجنود يحاربون الاستبداد وهم في الأسد، شيء طبيعي. إذا نحن نبعث لكم أيها الأخوة والأخوات بما يعني بعلامات الإعجاب والتقدير، ونقول لكم نحن فخورون بكم ونحن معكم، وستخرجون مرفوع الرأس. وهذه الأشهر التي في السجن يعني عبارة على وسام على صدوركم، أما هؤلاء الذين وضعوكم في السجن هم سيذهبون إلى السجن ولن يجدوا لهم بواكي. إذا هذه الرسالة الأولى، أنه إحنا لن ننساكم ولن ننساكم، وسنبقى يعني نواصل إلى أن تخرجوا من هذا السجن، لأننا نعتبركم أنتم جنودنا وجنودنا في الأسر. وبالتالي خارج أي منطقة بتاع المظلومية، بالعكس يعني الفخر والاعتزاز بصمودكم، وكونوا على تم الثقة أنه إحنا أيضا سنصمد معكم إلى أن تنتهي هذه، إلى أن ننتصر في المعركة. حاجة ثانية اللي هي حسب رأيي للأسف الشديد مأساة أهلنا في غزة، ومأساة أهلنا في السودان، ومأساة أهلنا في سوريا إلى آخره، غطت على الأحداث هذه الموجودة في بلادنا، ولو أن هي أيضا مأساة. لكن أنا أقترح أن بعد ما تنتهي إن شاء الله، يعني مش عارف أمتى سيكون، على الأقل يعني وقف إطلاق النار في غزة، أنه يصير فيه يوم سجين، يوم السجين، وأن ننظم في نفس اليوم في كل مكان يعني من العالم وقوف امام سفارات النظام التونسي، ولا اقول سفارات تونس، يعني يعني للاحتجاج، تبقى دائما ابدا قضيه الفلاح، لان خلاف لما يتصوره البعض، ثم الناس يقول لك عملوا مظاهرات وعملوا اجتماع كذا، صحيح يهتمون بهذه كل هذه اللقاءات اشد الاهتمام، ولا عندكم فكره، لانه يعني هؤلاء الناس مرضى، عندهم مرضى النرجسيه والغرور، بالنسبه لهم صورتهم تهمهم جدا، بالتالي فضحهم هو عقاب لهم، بالتالي يجب مواصلة هذا الفضح. وأعتقد أنه إن شاء الله يعني بعد ما تنتهي هذا يجب أن ننظم وقفة احتجاجية في كل في نفس اليوم في كل يعني في كل الأماكن التي فيها، حتى تبقى القضية الساخنة، حتى لا هم ماشي في بالهم خلاص حطوه في الحبس، الناس كلها نسات، والناس كلها لا هي لا ها مش صحيح في كل، بالتالي نحن سنواصل إلى أن نفك أسرى سجناء. حاجة ثالثة هي قضية الثلاث ملاعقات. أنا أتذكر أنه في 2000، قلت لكم ما أشبه اليوم بالبارحة، أتذكر في 2000 و 2000 أعتقد في مجلس الحريات اللي كان فيها سياد بن سبيلين ومصطفى جعفر إلى آخره، عقدنا اجتماع في ليلة ليلة، كنا واثقين أنه من الغد سيقبض علينا جميعا، لأن قررنا وقتها يعني نشر قائمة الجلادين لأول مرة، أن قائمة الجلادين الموجودين اللي عارفينه، عملنا يعني بحث حطينا القائمة ونشرناها، نشرتها هنا جريدة بارودات في فرنسا، ونشرتها العديد نشرها، نشرنا هذه القائمة، كنا على تم الثقة أنه سيتم اعتقال نظام خاف، وصدقوني أنه التعذيب آنذاك في السجون قل بسيفية رهيبة، هؤلاء الناس يخافون ولا يستحون. طيب أنا الآن أطالب بين قوسين، أنا أريد أن أحيي كل القضاة الشرفاء، وأريد أن أحيي خاصة القاضي بشير العافية، لكن هناك اليوم قضاة مأجورين، وهؤلاء القضاة مأجورين لازم تحط فيهم القائمة. وأنا طلبت من المسؤول يعني عن القضايا القانونية في الأستاذ الكيلاني اللي هو المسؤول في المجلس العربي اللي اشتغل بالأساس على قضايا، هو اللي مد بين قوسين وفد جنوب افريقيا بالكثير من المعطيات التي مكنت وفد جنوب افريقيا في محكمه لاهاي، وهو يشتغل ايضا بكثير من
يعني من النشاط على الجرائم في سوريا، طلبت منه انه يشتغل على قضيه ملفات القضاء التونسي، وسيقول لكم ماذا سنفعل. يعني ان كل هؤلاء القضاه المأجورين، وعلى راسهم هذه وزيره العدل والظلم، وزيره الظلم بالعدل او بالقانون من اسمها، ليلى رفاق. اذا هذه وكل الشله كلهم تتحط الاسماء بتاعها بالاسماء وبالصور وتنشر على مواقع الاتصال الاجتماعي بانتظار ان ينفذون امام المحاكم، وهم سيدخلون السجون، ولن تكون هناك مظاهرات في العالم للمطالبه بصراحه، لان يعني المظاهرات في العالم تكون بصراحه الاسرى الديمقراطيه وليس لخدم وحشم الاستبداد والظلم. اذا هذه الاشياء اللي يجب ان نقوم بها بسرعه، يعني رساله يعني اعجاب وتقدير لاهل المسجونين ليكونوا واعيين اللي احنا لم نساهم ولن نساهم ابدا. ايضا هذه قضيه العمل على القضاه، وسيقولوا لكم لما تصل الكلى لماذا سنفعل، وستكون لها تبعات قانونيه، يعني سنرفع قضايا لهؤلاء القضاه وسنجعل حياتهم جحيم. وكل قاضي يتجاسر من هنا فصاعدا على ان يرتكب، يجب ان يعلم ان هناك عيون تترصده وان صورته ستكسر وكذا كذا، بينما حسين يبدو انه عمل قضيه جديده في ان يعني تهجم على القضاة وكذا، وتغص فيكم وفي قضاياكم، انتم كلكم ستدخلون السجون وستنتهون في مسار التاريخ، وستكون اسماءكم وصمة عار يا قضاة المأجورين. مرة أخرى تحية للقضاة وتحية للمحامين الشرفاء الذين يقومون بمهمتهم. الآن نشير للفصل الآخر اللي هو السياسي. مثل ما قلت لكم أنا بالنسبة لي كطبيب، هذا التعذيب وهذه المحاكم السياسية هذه كلها أعراض المرض، أعراض المرض، أما المرض هو الاستبداد. بالتالي أنك تقعد النهار كله وأنت تعالج في الأعراض من دون ما تمشي يعني كلام فارغ. وهذا ما كنت أقوله يعني في الوقت اللي قررنا باش نعمل الحزب المؤتمر الجمهورية، ناس قالوا أنت حقوق مش ماشي تعمل في السياسة، تقص عليك. شوف ما بقاوش 30 سنة ونحن نعمل في التقارير ضد التعذيب، سيتواصل التعذيب. الحل الوحيد هو ندخل نفك وزارة الداخلية ونستولوا على السلطه ونحطوا وزير في وزير الداخليه، انا ذاك انتهى التعذيب. قاموا يضحكوا علي 10 سنوات من بعد، علي العريض دخل وزير الداخليه ونتذكر يعني وقف التعذيب. نتذكر اول اجتماع مع مجلس الامن القومي كما هو العسكريين والامنيين خسرت لهم في عيونهم، قلت لهم شوفوا ابتداء من الان ما عادش تم تعذيب بتونس، انتهى الموضوع. اذا احنا اذا كان يحبوا الان تنتهي هذه الماساه بتاع الوزير السياسي، لازم استعاده قصر ويلزم استعادة قصبة ويلزم استعادة بر، يلزم السلطة تعود للديمقراطية والديمقراطيين، وهذا يتطلب إزاحة هذا المنقلب هذا الدجال. كلمة الدجال هذه ربما أوحى لي بها واحد من طلبة بتاع هذا السيد، قال لي إحنا كان يجي ويتكلم والقانون والمؤسسات والدستور وعلويه الدستور وقضاء قد واحنا نكتب واحنا نكتب، الراجل يدجل عليه بعد مشى اخو شو ايش عمل بالقضاء وايش عمل بالقانون كذا. هذا الرجل الذي كان يدجل على اجيال واجيال من الطلبه، يعني هو اليوم اللي قاعد يدجل على الشعب التونسي وفلسطين ومحاربه الفساد والصونه والعملاء، لكن ضحية التدجيل والشعب كامل دولة كاملة اللي فيه بصدد الانهيار، وبالتالي يجب وقف هذا الأمر. ولهذا أنا أدعو، كررت دعوتي وأكررها الآن، إلى أن أعقد مجلس وطني، مجلس يعني المؤتمر الوطني الديمقراطي اللي يضم كل القوى الموجودة الآن في تونس في خارج تونس في كل مكان، تجتمع والمؤتمر الوطني الديمقراطي يحط خط خارطة وخطة للانتهاء من الاستبداد ولاستعادة الثورة ولاستعادة دستور الثورة المجيدة إلى آخره. ما عدا هذا يعني لابد ان نواصل العمل الاعراض، ولابد ان نواصل العمل على اجتثاث السرطان، على اجتثاث هذا الاستبداد، وان نعيد الكره 1000 مره ومره الى ان نستمر. وانا نصح مره اخرى كما احلم، للاسف الشديد لا ارى هذا في حياتي، لكن مهمه الاجيال الاخرى، ان تونس دوله قانون ومؤسسات، دوله شعب المواطنين وليس شعب من الرعايا، دولة ربما جزء من اتحاد الشعوب العربية الحرة اللي تكون كلها إن شاء الله وصلت إلى نفس المصير. ما زال الطريق أمامنا طويل، لكن مرة أخرى يعني ما عندناش حق في الحوض مهما كانت المصاعب. طالما تعطوني شهر بعد 10 سنين اللي تمردت بنفس الطريقة، إذا كان الله أعطاني قوة وسعة، لكن المهم هو أن الأجيال
تتواصل، وانه ما نخافش بل من غير إطالة. شكرا جزيلا لكم، وان شاء الله يعني اجدكم دائما وابدا في الصفوف الاولى لمحاربه هذه الافعال التي عادت الينا للاسف الشديد. لان مجتمعنا ما زال قادر على انتاج مثل هؤلاء الاشخاص، ما عندناش الحق غير ان نواصل ونواصل ونواصل الى ان يقبل الله امرنا. شكرا جزيلا لكم. شكرا سيد الرئيس. كلمة معبرة طبعا. المقاومة يعني لابد منها مع الأصدقاء، مش وحدنا، لازمنا نشوف أصدقائنا اللي شاطرون يعني مبادئ قيم الحرية والديمقراطية. Excusez-moi, je vais m'adresser à vous en français. C'est un combat continu. Donc, c'est un combat que nous n'allons pas mener tout seuls. Nous avons des gens qui nous soutiennent. Nous avons des forces démocratiques, des forces qui croient aux valeurs de la démocratie et de la liberté et qui nous soutiennent. Parmi ces forces sur lesquelles on a toujours compter donc nos confrères en France. Donc je voudrais ici saluer le Conseil national des barreaux de France. Comme vous le savez, il représente plus de 75 000 ou près de 75 000 avocats en France. Il a le Conseil par le biais de sa présidente, la bâtonnière, Madame Julie Couturier, a bien voulu déléguer un représentant du Conseil national des barreaux, un représentant qui est un ami de la Tunisie, qui a été toujours sur le terrain avec nous pendant les différentes épreuves qu'on avait traversées, les procès politiques, les procès surtout qui touchent aux droits de la défense et qui où sont impliqués des avocats. Je voudrais ici saluer la présence de mon cher confrère et ami Martin Pradel, à qui je donne la parole. Merci, merci Monsieur le bâtonnier, cher Abderrazak Kilani. Je voudrais bien sûr d'abord remercier le collectif des associations pour la démocratie et les droits de l'homme en Tunisie d'avoir organisé cette réunion sous la houlette et l'impulsion du bâtonnier Abderrazak Kilani. C'est pour moi, bien sûr, un honneur de m'exprimer devant vous en représentation de Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux, avec le soutien, je le dis, tant du bâtonnier de Paris, Pierre Hoffmann, que de la présidente de la Commission internationale, la bâtonnière Marie-Hélène Perron, qui m'avait dit qu'elle aurait voulu pouvoir venir. Elle est aujourd'hui à Vienne avec la présidente Julie Couturier, raison pour laquelle elles ne peuvent pas venir personnellement. Je le dis aussi, je crois que je serais venu à cette réunion quoi qu'il arrive, puisque Abderrazak Kilani m'avait informé de cette réunion et j'avais bien noté dans mon agenda de venir dès mon retour d'Istanbul, puisqu'hier j'étais à Istanbul à assister au procès d'avocats qui sont poursuivis, comme trop souvent les avocats le sont quand ils se montrent indépendants. J'ai un petit reproche à faire, parce qu'il est déformant. C'est vrai que je suis un avocat français, c'est vrai que je suis avocat au barreau de Paris et que je représente le Conseil national des barreaux. C'est un reproche amical. Le soutien des avocats français à leurs confrères tunisiens, c'est le thème qu'on doit aborder ce matin. Vous allez comprendre le sens de mon propos. Ce ne sont pas les avocats français qui soutiennent leurs confrères tunisiens. Ce ne sont pas les avocats de France. Ce sont les avocats du monde. Et pour le comprendre, il faut que je vous dise quelque chose, que je vous raconte une histoire. Bref, je vous le promets. Je suis allé souvent en Tunisie depuis bientôt maintenant une vingtaine d'années.
quand des avocats ou des journalistes ou parfois même des magistrats étaient poursuivis pour avoir été simplement indépendants. Et il se trouve que j'étais, après les événements de la fin du mois de décembre 2010, j'étais à Tunis, entre le 5 et le 10 janvier 2011. J'étais à Tunis pour assister notamment en qualité d'observateur et d'ami des avocats tunisiens aux réunions des avocats qui demandaient à ce que les manifestations puissent se dérouler dans le calme, sans répression, sans tour de vis ni tour de force. Et j'étais donc, en ma qualité de représentant notamment du Conseil national des barreaux à cette époque, dans le bureau d'un certain Abderrazak Kilani, bâtonnier de Tunis. Et il y avait quelque chose d'assez remarquable, je le dis, même si c'est indiscret, dans son bureau, il y avait face à lui son invité, c'était donc ma personne, et sur sa droite, un fax. Et ce fax, je suis désolé, je révèle peut-être un secret, ce fax débitait en permanence ce jour-là des lettres du monde entier, du monde entier. Des avocats français, bien sûr, des avocats allemands, des avocats de Belgique, des avocats de Suisse. Je me souviens d'une lettre du président de la Law Society of England and Wales, du monde entier, qui manifestait à ce moment-là le soutien des avocats du monde à la démarche des avocats quand ils demandaient à pouvoir voir les avocats de Tunisie être indépendants et, disons, immunisés contre toute forme de violence quand ils réclamaient la démocratie et le droit. Voilà quel est le reproche que je fais. Ce ne sont pas les avocats français, ce sont les avocats du monde entier qui soutiennent la Tunisie. Et c'est vrai que dans mon engagement personnel, je représente aujourd'hui le Conseil national des barreaux, mais aussi l'Union internationale des avocats, qui est une organisation qui, j'y reviendrai dans un instant, est une organisation qui a pour objet, depuis des dizaines d'années et bientôt un centenaire, d'assurer cette indépendance quand les avocats sont menacés. Quelle est l'idée derrière cela? Nous croyons dans l'indépendance, nous croyons dans le rôle de l'indépendance dans nos institutions démocratiques, nos institutions démocratiques. Nous avons besoin d'indépendance. Nous avons besoin d'indépendance et s'agissant de la justice, parce que l'indépendance, c'est l'indépendance des journalistes, c'est la liberté d'expression de celui qui, dans son for intérieur, veut pouvoir dire qu'elle est en indépendance, son point de vue. S'agissant de la justice, nous pensons que les magistrats doivent être indépendants, bien entendu, mais surtout que cette indépendance du magistrat ne peut s'exercer véritablement que lorsqu'il a face à lui un professionnel capable de tout dire, même ce qui est désagréable, même ce qui est difficile à dire, capable de tout dire pour que le magistrat, à son tour, puisse exercer son office en ayant considéré toutes les options. Et c'est pour cette raison que nous croyons fortement que les avocats doivent pouvoir dire tout ce qu'il y a à dire, et parfois même, et c'est peut-être désagréable pour le simple citoyen, voire même sa liberté d'expression encore renforcée par rapport à celle des autres citoyens. Il y a des choses que certains ne vont pas dire, un avocat doit pouvoir le dire. Et c'est le sens des quelques textes internationaux qui parlent du rôle de l'avocat et du rôle du barreau. Je ne vais pas être très technique, mais sachez simplement que l'Organisation des Nations Unies, réunie à La Havane en 1992, en Assemblée générale, a défini ce qu'est un avocat, ce qu'est le rôle du barreau, et de dire alors que l'avocat doit, en toutes circonstances, bénéficier d'une liberté d'expression, en particulier quand il est question de parler de la marche des institutions et de l'indépendance de la justice. Ça doit pouvoir inclure que l'avocat puisse dénoncer la situation quand un magistrat ou la magistrature ou l'institution se révèle défaillante. Et c'est vrai que c'est mon parcours personnel que d'avoir été aux côtés des avocats de Tunisie quand il s'est agi de
réprimé au cours de l'année 2007 et 2008 les insurgés de Soliman et qu'il y avait des avocats qui étaient en difficulté. Quand il a fallu suivre les procès des bassins miniers, notamment de Redeyef et de Gafsa, et d'être donc à côté de ceux qui allaient de Tunis à Gafsa pour défendre ces syndicalistes, et donc notamment le regretté Chokri Belaïd, d'être en 2011, quand les avocats n'étaient pas en difficulté, parce que le barreau de Tunisie est un barreau formidable, mais c'était important pour nous, avocats du monde, d'être aux côtés des avocats tunisiens quand ils étaient dans leur rôle. Et puis ensuite, le président Moncef Marzouki était aux affaires, aux côtés des avocats, de la défense et de la partie civile, dans le cadre des procès dits des martyrs de la Révolution. Et puis aujourd'hui, quand Hayat Jazar et Ayoub Demsi, Ayachi Amami, des magistrats, parce que nous sommes aussi inquiets quand des magistrats sont poursuivis pour avoir été magistrats et pour avoir décidé des choses qui déplaisent au pouvoir. Quand Noureddine Biri, Rida Bellage et Abderrazak Kilani sont poursuivis, nous sommes, et aujourd'hui malheureusement, je le dis, s'il fallait toutes les citer, on parle de plusieurs dizaines d'avocats qui sont poursuivis et inquiétés en Tunisie. La situation est particulièrement aujourd'hui dégradée. Alors qu'avons-nous? Pourquoi suis-je présent ici à une réunion dans laquelle on parle de prisonniers politiques, d'impunité? Qu'est-ce que je fais ici? Le reproche souvent qu'on fait aux organisations que je représente, quand ils viennent en Tunisie, mais quand ils viennent en Turquie, quand ils viennent dans tout pays dans lequel un avocat est poursuivi, on va chercher à démonétiser le rôle de l'avocat en disant, vous avez affaire non pas à un avocat, mais à un homme ou une femme politique. Et comme il agit en homme ou en femme politique, comme il n'est plus avocat, comme elle n'est plus dans son office, cette femme qui est avocate, vous n'avez plus de légitimité à la défendre, puisque vous, avocat, vous devez défendre seulement les avocats et pas les hommes et les femmes politiques. Rida Bellage ou Noureddine Biri, ce sont des avocats, mais ce sont aussi des hommes politiques. Et je vous ai dit que l'avocat pouvait, et dans un sens, doit avoir un engagement politique. Mais au-delà, ce reproche, pour moi, il est particulièrement non fondé, parce que précisément notre conviction, c'est que l'indépendance est un engagement politique, au risque du paradoxe, puisque on pourrait dire que ben, l'indépendance, c'est l'abolition de toute conviction. Nous pensons que l'indépendance, c'est la liberté d'avoir des convictions, c'est la liberté de les exprimer, et parfois même de les exprimer fort. Et ça veut dire aussi qu'on accepte l'idée qu'un avocat puisse avoir des idées même parfois extrêmes. Ça fait partie du champ des possibles. Et ce n'est pas parce qu'un avocat n'est pas extrémiste qu'il ne sera pas susceptible d'être poursuivi. On le voit dans tous les domaines. Je rentre de Turquie où les avocats pour lesquels j'ai assisté à leur procès, on leur reproche d'être proches d'un mouvement terroriste, en l'occurrence le PKK. Qu'est-ce qu'on leur reproche fondamentalement? C'est d'être kurde et de trouver que le PKK est une option possible. Mouvement qui se réfugie aujourd'hui dans la lutte armée, certes qualifié comme terroriste, mais la conviction d'un avocat, dès lors qu'il ne lui sombre pas dans la violence, est une conviction qui doit être entendue parce que ça fait partie de son indépendance. L'indépendance est un engagement politique. L'indépendance, je le pense et nous le pensons, est un programme démocratique, un programme politique. Et dès lors que ce n'est pas un engagement à caractère seulement politicien, mais une idée politique, une idée de ce que doit être le monde de nos institutions, il est important pour nous de nous engager pour le défendre. Moncef Marzouki, Monsieur le Président, vous avez dit à l'instant, car même si je ne comprends pas l'arabe, grâce à la sollicitude de mon voisin, j'ai pu comprendre certaines choses que vous avez dites. Vous avez expliqué que la crise de Gaza nous avait fait parfois un peu oublier sur le terrain ce que
le problème actuel est très fort que rencontre la Tunisie. Moi, je l'ai senti personnellement. Je l'ai senti personnellement. J'étais au début du mois d'octobre en Tunisie. Le programme était celui de rencontrer avec le bâtonnier Jacques Taquet tout un ensemble de personnalités des institutions tunisiennes, des représentations diplomatiques en Tunisie, le barreau, les avocats bien en cours et ceux qui l'étaient sans doute un peu moins. Et dans la rue, j'ai vu des hommes et des femmes avoir le courage, dans le contexte actuel en Tunisie, de manifester sur l'avenue Habib Bourguiba pour plus de démocratie et plus de liberté, du pluralisme, la cessation des poursuites sur des fondements uniquement politiciens. Et c'était au début du mois d'octobre, et vous savez que notre monde a basculé dans l'horreur après le 7 octobre, quand des civils ont été pris pour cible, et que depuis, le monde revoit des images que l'on n'aurait jamais voulu envisager revoir, alors que aujourd'hui on parle de génocide à Gaza. Et c'est celles et ceux qu'on voyait défiler dans la rue pour plus de démocratie, à juste titre, je le dis à juste titre, ont défilé non plus pour plus de démocratie en Tunisie, mais pour la cessation de cette hostilité terrible qui sévit au Proche-Orient. La conséquence de cela, c'est que notre monde s'est polarisé. Et j'ai regretté, je le dis, mais c'est un sentiment personnel, j'ai regretté que, en particulier, le barreau de Tunisie ait, à ce moment-là, renoncé à venir rencontrer les autres avocats du monde à Rome, rassemblés en congrès, quand l'Union internationale des avocats s'est réunie. Le reproche n'est pas un reproche infondé. Ce sont des organisations qui savent mal prendre en compte le point de vue en particulier du monde arabe. Mais que se passe-t-il quand les avocats de Tunisie renoncent à venir à nos réunions dans lesquelles nous organisons justement nos solidarités, dans lesquelles les points de vue se confrontent et dans lesquelles nous sommes alors, nos points de vue confrontés, en mesure de prendre toute la mesure de l'histoire? Que se passe-t-il quand nous ne sommes plus unis? Eh bien simplement, les avocats de Tunisie se retrouvent, je le dis, ils ne sont jamais vraiment seuls parce qu'on pense à eux, mais disons moins entourés. Qui gagne quand nous ne sommes plus unis? Qui s'en sort bien quand les avocats ne se parlent plus? Je vous ai dit que je vous reparlerai un instant de l'UIA. L'Union internationale des avocats, c'est une organisation d'avocats qui a été créée, figurez-vous, fondée en 1927, mais depuis 10 ans, en 1927, c'était des avocats de toute l'Europe en particulier qui s'étaient réunis avec la conviction que ce grand premier conflit mondial de 1914 à 1918, qui a vu tant de morts, aurait pu être évité si autour de la table, on n'avait pas eu des politiciens fondés, réunis autour de principes politiciens, mais bien des avocats qui avaient comme seul programme l'état de droit et la considération d'autrui. Et en 1927, quand on crée l'Union internationale des avocats, c'est pour que les avocats se parlent, précisément pour que les guerres ne se déclenchent pas. Qui gagne quand les avocats ne se parlent plus? Eh bien, ceux qui ont pour programme la violence et le chaos. Concrètement, à ce congrès de Rome, je pense qu'il faut le dire, le roi de Jordanie est venu. Il est venu, il a livré un message justement d'unité pour dire aux avocats du monde, vous devez considérer la réalité de ce qui est en train de se passer à Gaza. Vous devez continuer à nous aider à promouvoir la démocratie dans nos pays. Nous avons besoin de vous et nous avons tous besoin d'être ensemble pour dépasser nos lâchetés, préserver notre indépendance et nous montrer simplement à la hauteur de l'histoire. Merci. Merci, cher Martin. Je cède directement la parole à moi, à ta famille.
أستاذ معتصم هو اختصاصي أقول كل في مادة ملاحقة الجلدين، وسيبسط لنا يعني الإجراءات التي يمكن اتباعها في مجال ملاحقة الجلدين، فالكلمة له. السيد الرئيس الدكتور منصف المرزوقي، السادة الحضور، طبعا شكرا كثير لدعوتكم لهذا اللقاء. طبعا من الموضوع الأساسي اللي عم نحكي فيه اللي هو مكافحة الإفلات من العقاب، طبعا لدينا العديد من الأساليب التي من الممكن استخدامها وفق آليات التقاضي الدولي. طبعا بالبداية لح أذكر المبادرة أو نقاط المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس المرزوقي، طبعا بما تتعلق باستصدار القائمة السوداء للقضاء في تونس، المساهمين في المحاكمات غير العادلة. طبعا الهدف الأساسي من استصدار هذه القائمة هو ملاحقة المسؤولين عن المحاكمات الغير العادلة في تونس من خلال تحديد القضاة المساهمين في تلك الانتهاكات ودور كل واحد منهم. طبعا ثانيا تقديم توصية إلى المقررين الخواص في الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، وبالأخص المقررة الخاصة بالمحاكمات العادلة، والمقرر زيارتها قريبا إلى تونس من خلال الزيارة القطرية المقررة إلى تونس. ثلاثة، إجراء عملية بحث ورصد وتقصي في شروط الولاية القضائية العالمية بالنسبة للضحايا وعائلاتهم وأيضا المشتبه بهم، وتقديم شكاوى قانونية في ضمن دول الاتحاد الأوروبي استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية. طبعا كل هذا الإجراء يراد منه ردع حقيقي للجنات والتنبيه أن تلك الانتهاكات تصنف ضمن جرائم ضد الإنسانية، بالتالي لابد من الملاحقة القضائية كون تلك الجرائم لا تسقط في التقادم، وبالتالي لابد من مكافحة تلك الجرائم. طبعا الانتهاكات الخطيرة المتعلقة بالمحاكمات الغير عادلة بتشمل الأفعال التالية: انتهاك حق المتهم في الدفاع عن النفس والحصول على محامي مؤهل، التعذيب أو المعاملة القاسية أثناء الاحتجاز أو التحقيق، عدم وجود إجراءات قانونية عادلة ومنصفة مثل الولوج إلى الملفات والأدلة والحق في الاستئناف، التحكيم أو الأحكام الجائرة التي تستند إلى دوافع سياسية، الاعتقال التعسفي والاحتجاز التعسفي لفترات طويلة دون محاكمة عادلة، وعدم توفير الحماية للشهود والمدافعين. وطبعا مثل ما بتشوفوا أنه كل تلك الأفعال قامت بممارستها أو قام بممارستها الجهاز القضائي. العودة بشكل سريع عن استخدام آليات التقاضي الدولية، طبعا الاتفاقيات الدولية الخاصة أو المرتبطة بحقوق الإنسان وقت وضعت لأهمية كبيرة بتعزيز مبدأ حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة والمساءلة. وطبعا تعزيز العدالة والمساءلة هون المقصود منه التزام الدول بتقديم الحماية والعدالة للمواطنين اللي بيتبعوا لتلك الدول، وإذا قامت الدولة بانتهاك حقوق من تلك الحقوق الموجودة ضمن الاتفاقيات، فبالتالي يمكن محاسبة الدول على خرق التزاماتها. طبعا بشكل سريع حاولت انه اعمل مثل جرد سريع عن ابرز الاتفاقيات اللي موقع عليها الحكومات التونسيه عبر التاريخ واللي هو ملزم اليوم للحكومه التونسيه الحاليه. طبعا الاتفاقيه الاساسيه واللي مرتبطه بموضوع المحاكمات الغير العادله اللي هي الاتفاقيه الدوليه للحقوق المدنيه والسياسيه اللي هي الملزمة للحكومة التونسية، وتقوم حاليا جهاز القضاء التونسي بخرق تلك الاتفاقية من خلال المحاكمات الغير العادلة.
تلزم اتفاقية المعاملات المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. أيضا هنالك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، وطبعا العديد العديد من الاتفاقيات الملزمة للحكومة التونسية. طبعا اليوم من الخيارات الموجودة باستخدام آليات التقاضي الدولي اللي هو محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الأساسي للأمم المتحدة، وعندما تم تشكيلها كان الهدف الرئيسي تبعها هو حفظ السلام ومعرفة مدى التزام الدول بتطبيق الاتفاقيات الدولية. وبالتالي نحن اليوم في عنا عدة اتفاقيات تقوم الحكومة التونسية الحالية بخرقها وإبداء عدم احترامها لتوقيعها للاتفاقيات الملزمة. محكمة العدل الدولية هي مش أفراد ضد كيانات، هي كيان ضد كيان، يعني دولة ضد دولة. وبالتالي بالإمكان حض الدول الموقعة على نفس الاتفاقيات على شكاية ضد الحكومة التونسية الحالية بسبب عدم التزامها واختراقها للاتفاقيات، وبالأخص الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية اللي وقعت عليها تونس بالعام 1967. طبعا في أمثلة عديدة جدا عن وإلى نتائج جدا إيجابية على موضوع إلزام محكمة العدل الدولية للحكومة أو للدول لتطبيق تلك الاتفاقيات، منها على سبيل المثال للحصر الشكوى اللي قدمت من نامبيا على ميانمار بما يخص المجازر التي تحصل هناك، أيضا الشكوى المقدمة من دولة هولندا وكندا ضد سوريا فيما يخص اتفاقية نهضة التعذيب، أيضا وأخرى اللي هي الدعوة المرفوعة من قبل دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بما يخص الأعمال الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة. موضوع آخر أيضا ممكن أن يكون أحد الآليات المهمة اللي هي المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اللي هي وضعت لتطبيق معرفة مدى وإلزام الدول على تطبيق الاتفاقية حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية اللي تونس موقعة على هاي الاتفاقية، واللي شفنا قرارين جدا مهمين من هاي المحكمة. الأول كان رقمه 17 العام 2023 2021 اللي بخص بالتحديد المراسيم إلغاء الأمر الرئاسي 117 اللي أعطى قيس سعيد الانفراد بالحكم والسلطة، وأيضا القرار الصادر في سبتمبر للعام 2023 بفرض التدابير المؤقتة على 4 من المعتقلين السياسيين في تونس. وطبعا هنالك العديد من الإجراءات التي يمكن استخدامها مع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ولحقوق الإنسان والشعوب. أيضا هنالك من خلال تحليل أولي، تونس موقعة على اتفاقية روما الذي أسسها لمحكمة الجنايات الدولية، طبعا وقعت عليها في 8 إبريل للعام 2002 وأصبحت نافذة في 1 نوفمبر للعام 2011. وبالتالي تعتبر تونس هي طرفا في المعاهده المؤسسه للمحكمه الجنايات الدوليه، ويعطي انذاك محكمه الجنايات الدوليه والمدعي العام لمحكمه الجنايات الدوليه الاختصاص الجزئي للتحقيق ومقاضاه الجرائم التي تقع داخل اطار الاتفاقيه. وهنا اعود واذكر الاتفاقيه الدوليه للحقوق المدنيه والسياسية بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية. هل المحاكمات غير العادلة؟ كمان إذا بنطرح نفس سؤال على نفسنا، هل يا ترى المحاكمات غير العادلة تعتبر من تلك الجرائم والمخالفات
مخالفات، طبعا بكل تاكيد تحقيق العداله وضمان حقوق المتهمين والمحكومين جزءا اساسيا من الامانه الدوليه، وتعد المحاكمات غير العادله انتهاكا لحقوق الانسان ومخالفه للمعايير القانونيه. وانذاك يمكن للمدعي العام لمحكمه الجنايات الدوليه الاخذ بعين الاعتبار بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقيه روما بتعيين اختصاص للمحكمه الجنايات الدوليه. كمان اليوم اذا بنسال نفسنا، يا هل ترى شو هي الشروط اللي وضعتها المحكمه لحتى تاخذ بعين الاعتبار انه المحاكمات غير عادله في دوله ما؟ وانتم رح تعرفوا اذا هذا الشيء ينطبق اليوم على تونس او لا. اولا، عدم توفير حق للمتهم في الدفاع الفعال والمستقل. ثانيا، استخدام المعامله اللا انسانيه كيف اليوم نقدر نحن نشتكي لمحكمة الجنايات الدولية؟ طبعا الشكوى بتكون بشكل فرعي لأشخاص استنفذوا الطرق التقاضي المحلية، لأنه اليوم أنا ما بقدر أروح على تقاضي دولي قبل ما أستنفذ طرق التقاضي المحلية. والنقطة اللي كتير مهمة اللي لازم دائما نركز عليها هو موضوع الأدلة وموضوع تحديد المشتبه فيهم، لأنه اليوم ما فيك تقدم لجهة ادعاء فقط شكوى من دون ما تحدد مين هن المسؤولين اللي تقع على عاتقهم المسؤولية الجنائية الفردية، أو هن الأشخاص اللي مرتكبين لهذا الانتهاك. وبالتالي اليوم وضع المشتبه فيهم ضمن لوائح مع ذكر الانتهاكات أعتقد قد تفيد وقد تعطي نقلة نوعية في مجال العدالة الخاص في تونس. وأخيرا، مبدأ الولاية القضائية العالمية والمعروف هو قدرة المحاكم الوطنية في دولة معينة على محاكمة الأفراد عندما يرتكبون جرائم خارج التراب الوطني لتلك الدولة. وطبعا هذا المبدأ بيتيح موضوع ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بين قوسين، اللي هي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والأعمال اللي تصنف ضمن جرائم دولية. وطبعا هون في اختلافات بين صلاحيات الدول، لكن اليوم هذا رح يكون هدف من الأهداف اللي لازم ينشغل على مستقبلا في ملاحقة مرتكبي جرائم الدولية. شكرا كثير لكم. إذا شكرا أستاذ معتصم، ونتكلم الآن يعني عن بعد للأستاذ سمير دين. مرحبا بك أستاذ سمير، وعفوا على هذا التأخير، وشكرا لك على تلبية هذه الدعوة أنت والأستاذ كريم المرزوق. تفضل أستاذ. شكرا سيد العميد. Si vous permettez, je vais commencer par quelques mots en français, par respect aux amis francophones présents parmi nous. Il est difficile d'être opposant sous un régime populiste, et il est encore plus sous ce régime tunisien de Kais Saied, où le populisme est érigé à une religion quasi officielle du pays. Pour l'anecdote, le mot quasi a valu au journaliste Ziad Lhani une condamnation de 6 mois de prison avec sursis. La Tunisie actuellement est une. Ce n'est pas vraiment une dictature pure et dure, c'est une médiocratie de troisième zone. Qui cache le beau soleil tunisien, où le régime n'arrive même pas à garantir aux Tunisiens leur pain quotidien, la farine, l'huile, le sucre, etc. Oustad Samir, là où tu as fait un saut de chouette, là où tu as fait un saut de chouette. D'accord. Chokra.
ce régime a réussi à inscrire dans son palmarès quand même pas moins de 2 records mondiaux. D'abord, le taux le plus bas de participation au monde, aux élections, genre confondu, et le nombre le plus élevé au monde aussi d'affaires de complot contre le régime. وسأبدأ بهذا. اسمحوا لي استسمحكم أن أواصل بالعربية. أنا أشعر بالشرف. أنا أشعر بالشرف والفخر أن أشارك معكم، ولن أخوض فيما قد تتحدثون فيه أفضل مني، ولكن سأكتفي بتقديم ما هو أقرب إلى الشهادة. أنا من بين الصوت واضح؟ لا واضح واضح أما ضعيف فقط. نعم، أنا من بين المحامين الذين ينوبون في أغلب القضايا السياسية المطروحة على المحاكم حاليا، وما يمكن أن أستخلصه من جملة هذه القضايا ملاحظتان. أولاهما أن هناك درجة من الرداءة غير مسبوقة. ما عشته في فترة حكم بن علي وبعده، وما عاشه الزملاء قبلي وحدثوني عنه في فترة سابقة لبن علي، كانت حينها القضايا تطرز، القضايا الكيدية والقضايا السياسية تحتاج لمجهود لإعادة التفكيك وللرد على الاتهامات والتلفيقات. ولكن حاليا، وهذا ما يدخل تحت العنوان بشكل مباشر الإفلات من العقاب، بلغت درجة الطمأنينة لدى من ينتهكون القانون وإحساسهم بالإفلات المطلق من العقاب حدا أصبحوا لا يسعون فيه إلى إخفاء أو تعميت أو تغطية الخروقات. ولو أعطيتكم بعض الأمثلة لربما ظن بعضكم أني أبالغ. القضيتان رقم 14 و 15، ولو أن هناك خلافا بيننا كمحامين، هناك من يقول 17 قضية تآمر، ولكن على الأقل 14 قضية كيسنجر و 15 قضية نتنياهو. وأنا أنوب في قضية كيسنجر، واطلعت على قضية نتنياهو من خلال الزميل الذي حضر في فرقة الجرجاني الاستماع لإحدى المتهمات. يعني تصوروا أن أنري كيسنجر وعمره تجاوز 100، قبل موته ببضعة أسابيع كان يسلم الأموال لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ليسلمها بدوره إلى الأستاذ أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص. وتصوروا ما هو الهدف، هو إثناء رجال أعمال على الانخراط في الصلح الجزائي والتشويش على الانتخابات المحلية التي لم يسمع أصلا بتنظيمها غالبية الشعب التونسي فضلا عن المشاركة فيها. قضية نتنياهو أغرب من ذلك بكثير. تصوروا أنه في هذا الملف مكتوب في الوشاية، وتم الاستماع لإحدى المظنون فيهم، أن نتنياهو تحول إلى ميناء حلق الواد على متن غواصة، ثم تحول إلى ميناء بن زرت، وعقد اجتماعا في جهة جبل الرصاص مع نور الدين البحيري وأحمد نجيب الشابي، وأنه كان هناك مخطط لتقويض السلطة وللاعتداء على الرئيس قيس سعيد. هناك قضاة يعملون على هذا، وهذا الواشي الذي قام بالوشاية في قضية نتنياهو وقضية كيسنجر هو نفس الواشي الذي على أساس وشايته أوقف المناضل أحمد العماري النائب الأسبق. إذن المسألة ليست مسألة تشويش فقط، وإنما تصل إلى حد الإيداع. هو مودع منذ أشهر بموجب وشاية من هذا النوع، إذن هم لا يتورعون عن شيء. تصوروا أنه في هذه اللحظة هناك
أعطي مثال بمناضلين فقط، المناضل يوسف النوري ورئيس ديوان، رئيس مكتب رئيس حركة النهضة، موقوفان منذ قرابة السنة ولم يستمع إليهما حاكم التحقيق ولو لدقيقة واحدة. تصوروا أن تمديد الإيقاف، وهو إجراء استثنائي، يتم اللجوء إليه دون أن يتم أي عمل في الملف، وهذا حسب بعض الزملاء غير مسبوق في تاريخ القضاء التونسي. أعطيكم مثلا آخر، مثلا المحامون النائبون هيئة الدفاع في قضية التآمر الأولى التي فيها المناضلون خيام وعبد الحميد وجوهر ورضا وغازي وعصام، 5 على 8 من أعضاء هيئة الدفاع هم ملاحقون على الأقل في قضيتين. لدينا سابقة أن هناك هيئتان من الهيئات الموجودة حاليا تستعمل حق الرد في الإعلام ثم تتقدم بقضايا على أساس المرسوم 54 سيء الذكر. لا أريد أن أستطرد وأخذ من وقتكم الكثير، ولكن أكتفي بملاحظة أخيرة. في تقديري، الذي يغذي الإفلات من العقاب هو انعدام المحاسبة، وتفعيل المحاسبة لا يجب أن يتوقف على تغيير موازين القوى بالمعنى العام، بمعنى تغيير السلطة كما يتحدث عنه السيد الرئيس الدكتور المرزوقي الذي أتوجه له بالتحية والتقدير، وإنما يجب أن يكون من خلال الصمود المدني السلمي. يجب استغلال كل المساحات، لا يجب أن يترك المجال فسيحا لتسميم عقول الناس ولكي تتم المحاكمات والاعتداءات على الحريات وعلى الحقوق بدون تشهير، بدون شهود، بدون إطلاع الرأي العام داخل البلاد وخارجها على الخروقات. حتى وإن كانت الأحكام جاهزة سابقا، فلا يجب أن تتم هذه الاعتداءات دون شهود، يجب أن نشهر بهم. ما تحدث عنه الدكتور المرزوقي وحصل سابقا بخصوص الجلادين، يجب أن يتم حاليا بخصوص كل من يساهمون في هذه الاعتداءات، وخاصة القضاة الذين يطبقون التعليمات، وبعضهم عندما تغلق أبواب مكاتبهم ويتحدثون مع المحامين يصرحون بكل بدون أن يرف لهم جفن بعبارة تونسية، دعوني أقولها باللهجة التونسية، عندي صغيرات، يعني لي أولاد أخشى عليهم وأعرف أني إن لم أطبق التعليمات فسوف أطرد. كلمتي الأخيرة لكم، حتى وإن كنتم خارج البلاد، فإن ما تقومون به مهما كان حجمه ومهما كان نوعه يفيد كثيرا قضية الحريات في تونس. أي تصريح، أي اجتماع، أي مبادرة، سواء كانت بأفق حقوقي ولكن خاصة بأفق سياسي، نحن نرحب بها ونسخر كل جهدنا وكل طاقتنا لدعمها بما نقدر. شكرا لكم. شكرا أستاذ سمير ديلو على هذه المداخلة القيمة، وعلى الحي خاصة فيك الشجاعة، الشجاعة والمثابرة والصمود، الصمود، وأنا أقدر موقفك وأقدر ما تقوم به أنت وزميلات وزملاء في تونس. إذا المتدخل الثاني الآن من تونس، الأستاذ كريم مرزوقي، هو محامي وهو عضو في هيئة الدفاع على القضاة وعلى المساجين السياسيين، هو عضو في هيئة الدفاع على الحقوق والحريات اللي ترأسها الأستاذ العياشي الهماني. الكلمة لك يا أستاذ كريم. ألو، نفتح كله، نفتح له الميكرو، مش فاتح. افتح الميكرو أستاذ كريم. افتح الميكرو أستاذ كريم.
أستاذ كريم. أستاذ رضوان يمكن تفتح له أنت راك الأدمين الأدمينستراتور يمكن يفتح الميكرو. أستاذ كريم. مش موجود. أبسطته معنا على الخط. أي موجود هو ما أستاذ كريم. شكون أنا ما شكون عم يدخل يعني. أستاذ كريم إذا الكلمة للأستاذ عادل المهجري اللي باش يحدثنا على الآليات القانونية اللي وقع استعمالها لدى المنتظم الأممي. تعرفوا الأستاذ عادل المهجري هو نائب رئيس الجمعية الدولية للمساجين للجمعية الدولية لمناهضة مقاومة التعذيب ومقرها بجنيف. هو يقوم بعمل جبار في جنيف، وأنا نحب من خلالكم اليوم نحييه على العمل وعلى الشجاعة اللي تسمى بها في دفاعه على القضايا العادلة. فالكلمة للأستاذ عادل المهجري فليتفضل. شكرا سيد العميد. أولا تحية وشكر للسيد العميد على هذه المبادرة، شكل أو جمع واتصل بالعديد من منظمات المجتمع المدني من سويسرا ومن فرنسا. نحن من زمان يعني كنا نريد أن ننظم هذه الندوة، ولكن أحداث غزة وحرب الإبادة في غزة خلتنا نوخر هذه الندوة. فالشكر الجزيل لك سيد العميد. قضية غزة وتونس هي قضية واحد. احنا مع الأستاذ معتصم، يعني لما بدأ الاعتداء وحرب الإبادة في غزة، كل الجمعيات وكل المنظمات التحقت بغزة وتدافع ويعني متضامنة مع غزة، وشكلت تحالفات حقوقية دولية من أجل غزة. ولكن بقيت تونس كما أقول دائما عين على غزة وعين على تونس. لماذا؟ لأن القضية واحدة، كما أشار السيد الرئيس أنه القضية هي قضية ظلم، قضية استبداد، وقضية يعني مهاجمة كل صوت حر سواء كان في غزة أو في تونس أو في سوريا أو إلى آخره. فبالتالي هذا أولا. فتحية كما نحيي أسرانا في تونس ومعتقلينا، وسأذكرهم فردا فردا على الأقل القائمة اللي عندي واللي وصلنا لها احنا كجمعية ضحايا التعذيب. ولكن أكيد كما حكينا بكري شوية قبل الندوة أن هناك معتقلين لا نعرفهم، وهناك من لا بواكي عليهم لأنهم لم يمارسوا السياسة، أو فقط يعني جرمهم الوحيد أنهم دونوا أو كتب على الفيسبوك، فهو الآن معتقل وربما يعذب. بالتالي أقول أنه معتقلين في تونس يعني معناها هم جزء من المعتقلين وجزء من أسرى الأمة العربية بما فيها المعتقلين في السجون الاحتلال. هذا أولا. ذكر الأستاذ معتصم تقريبا الآليات الدولية، يعني من المحكمة العدل إلى محكمة الجنايات إلى التقاضي الوطني إلى آخره. أنا سأعرج على الآليات الأممية. نحن تقريبا لم نقف في جمعية ضحايا التعذيب بالتنسيق مع جمعيات ومنظمات متخصصة في تقديم الشكاوى لدى الأمم المتحدة، لدى المقررين الخاصين، لدى اللجان الحقوقية في الأمم المتحدة، وأيضا تواصلنا مع مجلس حقوق الإنسان ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتبها في جنيف. لم نقف، يعني صحيح جهدنا انصب إلى التضامن و مقاومة مع أبناء فلسطين، مع دعمنا للمقاومة في فلسطين وتضامننا مع غزة، صحيح هذا ظاهرين، مسيراتنا وقفاتنا تحولت إلى غزة، لكن لم ننسى تونس ولم ننسى معتقلينا ولم ننسى القضية التونسية. قلت في البداية سأذكر بعض الأسماء الذين يعني كتبناها وحاولنا أن نستقصي كل المعلومات. تقريبا اللي عندي القائمة بتاع 22 معتقل تونسي، وهؤلاء عندهم حق علينا أن لا ننساهم ونذكرهم اسما اسما،
واستسمحكم والمعذرة من إذا معتقل أو اسم لم أذكره، فهذا ليس سهوا بل لقلة يعني معرفتنا أو لم نصل إليه. بدون ترتيب، الأستاذ رشد الغنوشي رئيس البرلمان السابق، المهندس علي العريض، الأستاذ نور الدين البحيري، الدكتور منذر لونيسي، المهندس كريم الهاروني، الدكتور سحبي عتيق، الأستاذ الحبيب اللوز، الأستاذ أحمد المشرقي، الأستاذ رياض بالطيب، الأستاذ أحمد العماري، الأستاذ السيد الفرجاني، الأستاذ يوسف النوري، الأستاذ محمد صابح بوعلاق، الأستاذ محمد المزوغي، الأستاذ كمال البدوي، الأستاذ عبد الكريم سليماني، الأستاذ عبد الحميد جلاسي، الأستاذ غازي الشواشي، الأستاذ رضا بالحاج، الأستاذ جوهر مبارك، الأستاذ عصام الشابي، والأستاذ خيام الترك. هذا ما قدرنا أن نضبطه، 22 معتقلها، لكن كما قلت في البداية هناك معتقل أخير. أيضا لا ننسى أن بالإضافة إلى المعتقلين هناك مهجرين، الأستاذ والعميد العميد الكيلاني، وقد نكون نحن أذنبنا لما دعوناه في سايد إيفنت في جنيف، من يوم هذا مش عارف يذكرني العميد في التاريخ لم يعد إلى البلد. الأستاذ بشر الشابي أيضا لم يعد إلى البلد. الأستاذ إبراهيم بالغيث لم يعد إلى البلد. بالإضافة بالطبع على رأسنا، وهو معناها تقريبا أول ما بدأت محاكمته، السيد الرئيس السابق المصف المرزوق، الدكتور مصف المرزوق. فقائمة طويلة، هذه بعض الأسماء. لا أطيل عليكم، نحن كما قلنا يعني وصلنا منذ تقريبا، والأستاذة والدكتورة سيهم بادي أيضا المعذرة، فقلت المعذرة أذروني، أكيد أكيد أسهو أكيد أني أنسى بعض الأسماء. ياسين العيار، وتحية لياسين العيار، مرحبا بي. والقائمة طويلة تقول، والقائمة طويلة. طيب قلنا أنه لم ننسى قضيتنا ولم ننسى تونس، ماذا فعلنا؟ طيب الصوت علينا. إذن بدأنا، قلت بالإضافة للآليات اللي ذكرها الأستاذ معتصم، نحن تركزنا على الآليات في الأمم المتحدة، وبحكم وجودي في جنيف ركزنا على تقديم الشكاوى لدى المقررين الخاصين. وبدأنا تقريبا منذ أن بدأ هذا الانقلاب، عندي باوربوينت بالفرنسية للي فرانكوفون، ظننت أنه الأستاذ كان مش سيبقى معنا ولكن غادرنا. منذ بدأ الانقلاب تقريبا من سبتمبر، وتتذكرون الإقامات الجبرية لقرابة تقريبا 70، نحن أخذنا حالتين، حالة الدكتور أنور معروف والنائب يسري داري، وقدمنا شكوى في آنها، والحمد لله هذه الشكوى أتت أكلها، وبعد مدة خرج تقريبا رجل الذين وقع وضعهم في الإقامة الجبرية. أيضا بعد ذلك قدمنا شكوى لدى أيضا المقرر الخاص الاحتجاز القسري بحق الأستاذ نور الدين البحيري، وأيضا الأستاذ عبد شو اسمه فتحي البلدي، يعني أيضا كان موظف في الداخلية. ثم بعد ذلك هذه نماذج من الشكاوى التي قدمناها للمقررين الخاصين في الاحتجاز القسري في ضد التعذيب، قائمة طويلة لا أطيل عليكم. أيضا يعني نور الدين البحيري وفتح العلم أيضا قدمنا قضية. الأستاذ والعميد الكيلاني ذنبه ما هو؟ لأنه دافع عن زميل أو دافع عن مظلوم فألحق، فتذكروا المشهد الحواري بينه وبين الأمنين لما كانوا حيزوروا الأستاذ نور الدين البحيري في المستشفى، فهذيك لبس أن يعني ركبت له قضية وأصبح يحاكم في المحاكم العسكرية. نفس الشيء قدمنا الشكوى في صالح العميد اللي مرتبطة بقضية نور الدين، الأستاذ نور الدين البحيري. أيضا الإعلاميين من بين الأمثلة والأستاذ صالح عطية، أيضا عملنا نداء عاجل بعد اعتقاله مباشرة من أجل أنه يقع إطلاق سراحه، وفعلا وقع إطلاق سراحه. أيضا قدمنا أيضا صلحاتية، أيضا القاضي بشير العكرمي تقريبا، والعميد لما كان معنا في جنيف، يعني قدمنا قبل الشكوى لدى المقرة الخاصة باستقلال القضاة والمحامين، وكان العميد ربي
بارك فيك، كنا عملنا كثير من الجلسات مع هاتي المقرة، والعميد يعني أبدع في شرح قضية بشير العكرمي بتفاصيلها من أولها إلى آخرها، ونحن نتابع أيضا. قمنا بالعديد من اللقاءات مع هاتي المقرة حبر على الزوم، وكان العميد حاضر وبعض نشطاء المجتمع المدني. إذن هاتي القضية نحن مواصلين. تعلمون كانت المقرة حددت لـ 26 ماي تقريبا عميد ستزور تونس، ولكن السلطة الانقلاب رفضت، ويعني يعني في الأخير رفضت بتعلات متعددة. أيضا إذن مواصلين قضية بشير العكرمي، كل مرة نجدد القضية ونتابع في هذه القضية، لأنه قضية فعلا في الصميم. هذا القاضي المظلوم يعني بضربه وبتنكيله وبزجه في الـ في الـ في السجن وفي المعتقل، هو والمحامين، ما هي الرسالة التي يريد المنقلب إيصالها؟ هو هؤلاء اللي دافعوا عليكم، هؤلاء المحامين محامون والقضاة يعني هم الآن في السجن، فما بالك بالمواطن البسيط؟ هذه رسالة قوية، ونحن لهذا ندافع على كل مظلوم صحيح، ولكن ركزنا على قضية القاضي بشير العكرمي، هي أيضا مربوطة بأيضا بمعنها بموضوع القضاة. أيضا تقريبا أيضا فما راسلنا لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتفاعلنا مع تقريرها وأعطيناها أيضا بعض التوصيات و يعني تعليقنا على تقريرها هذا في أخير معناها آخر شيء. أخيرا آخر شكوى تقدمنا بها هي في حق الأستاذ راشد الغنوشي رئيس البرلمان الشرعي التونسي، وخاصة هذه قبل الحكم عليه بثلاث سنوات. هذه يعني قضية اعتبرناها أرسلناها للمقرر الخاص لاحتجاز القسري، ونحن نعتبر كل معتقلين هم محتجزون قسريا. لماذا؟ لأن ملفاتهم فارغة، ملفاتهم، وهذا بشهادة المحامين والمنظمات الدولية من أمنستي انترناسيونال، من هيومن رايتس ووتش، والقائمة طويلة، ملفات يعني قانونية فارغة. بالتالي نعتبر كل معتقلين هم أسرى، ونعتبر كل المعتقلين هم محتجزون بالمصطلح القانوني قسريا، هم في احتجاز قسري. بالتالي هذه تقريبا آخر قضية اللي قدمناها، وكما يقال الحبل على الجرار، لأنه لن يهدأ لنا بال. وكما شكرت في البداية العميد، وأكرر شكره على اختيار هذا الموضوع، لا للإفلات من العقاب، قلناها لمجرمي الحرب في غزة، حرب الإبادة، ومع الأستاذ معتصم يعني في آليات، بالإضافة إلى ما ترونه في الإعلام من المحكمة العدل الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، هناك شغل أيضا على ملفات أخرى فردا فردا. محكمة العدل الدولي هي دولة مقابل دولة، لكن محكمة الجنايات الدولية بإمكان الأفراد وبإمكان المنظمات المجتمع المدني، وهنا تحية الحقيقة لكل منظمة حقوقية أو منظمة تعمل في هذا المجال، سواء كان لغزة أو لتونس أو لسوريا أو لأي بلد، لأنه أنا أعتبر أنه عمل المنظمات المجتمع المدني هو عمل جد مهم، لا بد يبقى ولا بد يتواصل، ونعتبرها أن القوة الناعمة داخل المجتمع لا بد أن تواصل في تقديم الشكاوى. صحيح يقول القائل هاي غزة عرّت الناس كل، وين الأمم المتحدة؟ وين الآليات؟ وين المقرر؟ وين المفوض السامي لحقوق الإنسان؟ لكن في المقابل المقررة الخاصة لفلسطين أبدعت في الدفاع عن أولا عن المنظومة الأممية، وأبدعت في الدفاع عن غزة. بالتالي نحن نحرجهم ونقدم القضايا ونقدم الشكاوى، عارفين أنه هذه المنظومة أمام غزة لم تفعل شيء، ولكن رغم ذلك ما زال خير في هذه المنظومة، وأيضا لإحراج المنظومة هذه وإحراج المجرمين. ونقول في الأخير لو طلع عليكم، سواء في غزة أو في تونس أو أي دولة فيها مظالم، فيها انتهاك لحقوق الإنسان، لن يفلتوا من العقاب، سنتابعهم فردا فردا. وهناك قضايا ممكن الواحد لا يمكن أن يصرح بها الآن، في شغل يعني على نار هادئة لمتابعة يعني مقاضاة مجرمي الحرب، سواء كان على المستوى الدولي وأيضا في قضية تونس، ولا إن شاء الله في الأيام القادمة لنا أيضا ما نقول في هذا المجال. أشكركم سيد العميد، شكرا سيد الرئيس.
شكرا للحضور، بارك الله فيكم، وإذا في أسئلة نحن هنا. شكرا. إذا شكرا للأخ عادل المجري على هذه المداخلة القيمة وعلى المجهود الجبار اللي تقوم به أنت والأخوة في جنيف، ونحاول نتصل بالأستاذ كريم المرزوقي. أستاذ كريم، أستاذ كريم نص موجود، أستاذ كريم، كريم موجود لكن ماهوش الميكرو نتاعو ماهوش مش اكتيفي. أستاذ كريم، عندي الصوت، عامل الصوت يفوت ديزاكتيفي عايش الميكرو نحطه يا هنا. كريم. ألو كريم، ألو كريم، الميكرو أمس لا ماهوش. ألو أحسن طب نكتب على الواتساب معنا، هو مازال معنا معانا إيه معانا لكن مش أستاذ الميكرو كريم مش مكتبي. بن طيب مرة انتظار، ثانية حاولت الاتصال بالأستاذ كريم من يريد أن يتدخل، يعني ويعلق يسأل، يعني تفضل. أنا نحب نعطيك معلومات ربما ما تكمل لما قاله الأخ عادل المجري، هو أنه أودعنا في باريس هنا في التريبيونال جوديسيير دو باري 4 شكايات من أجل التعديل على أساس الاختصاص الكوني كومبيتونس اونيفرسيل، وعلى أساس النص الفصل 89 أظن من مجلة الإجراءات الجزائية الفرنسية اللي مكن من ملاحقة المتهمين جرائم خطيرة ضد الإنسانية، ملاحقتهم على التراب التونسي، على التراب التراب الفرنساوي في صورة تواجدهم في التراب الفرنساوي. ثم زوز شكايات في سبتمبر، تذكروا وقت وزير الداخلية توفيق شرف الدين من فرنسا، فما شكاية أولى باسم الأستاذ نور الدين البحيري، وشكاية ثانية باسم القاضي بشير العكرمي، هذوما شكايات، زوج شكايات الأولانيين. ثم في أكتوبر نفس الشيء، هناك زوز شكايات، شكايتين إذا، شكاية باسم رضا بالحاج وشكاية باسم غازي الشواشي، تم إيداعهما في باريس. نحن ننتظر ما هذه الشكايات، و إن شاء الله على كل حال معناها حصل على النتيجة. على كل حال يعني الواقع حسب ما سمعنا كان عنده يعني أهمية بالنسبة على الأقل في الداخل، يعني كان وقع مهم في الداخل على هذه الإشكالية. تفضل أعطيني، خذ ميكرو، خذ ميكرو مش يسمعوا اللي يتابعوا فينا على الزوم وعلى صفحة فيسبوك. سلام. واضح بسم مداخلة مش سؤال، يعني حبيت أقول إنه القضايا هذه المرفوعة هي طريقة من طرق الاستبداد في إرهاب الشعوب والسيطرة عليها. يعني اللي قاعد اليوم يخدم وراء اللي نحكيو عليه ديما نقولوا السيستيم، اللي قاعد يخدم بالوكالة، الوجوه الموجودة والقضاة اللي مضغوط عليهم باش يحكموا على زملائهم، فما أطراف أخرى ما يلزمش تخفى علينا ولزمنا نعرفوه شكون اللي قاعدين يخدموا وراء الستار. هذا من ناحية الوزن. من ناحيتنا نحن عندنا، ونحن اليوم أمام مرحلة صعبة ياسر،
2024 امام استحقاقات وامام احداث باش تقع، برشا احتمالات تنجم تقع، تتطلب من السادة الكرام الموجودين القامات في هذا البلد. واليوم يعني نحب كونتر بارونتيز، يعني المنقلب في اضعف ما يكون، يعني كل القامات الموجوده في البلاد هي ضد المنقلب، ما انت ما عنده حتى حد معاه. المنقلب اليوم في وضعيه ضعيفه ياسر، نقول احنا ندزو تيه، ولكن المشكله في القامات هذه يلزمها تقدم تضحيات سياسيه لبعضها وتتوحد من اجل هدف واحد هو الاطاحه بالانقلاب والعوده الى الجمهوريه والى المؤسسات والى الديمقراطيه والتداول السلمي على السلطه. هذا هو الهدف الوحيد والاوحد الذي يوحد كل السياسيين، يتوحدوا عليه ويمشيوا في حق، يعملوا جسم، لانه الاجسام الموجوده في الداخل عليها ضغوطات، ماذا بينا يكون فما جسم يمثل ويكمل جبهه الخلاص التي في الداخل، يكون جسم هنا، يكون عنده رئيس وعنده مكاتب يخدم، مكاتب دراسات يخدم ضد الانقلاب، باش ينجم يفضح الانقلاب هذايا في كل المحافل وفي كل المناسبات الجايه. فما برشا احداث تنجم تقع، احنا هكا كل حد بمفرده وبهذه الطريقه صوتنا غير مسموع. يكون فما جسم عنده رئيس وعنده مكاتب وراه، راهو صوتنا يسمع خير، ويكون بطريقه تفكيرنا تكون احسن والنتائج تكون احسن. بارك الله فيك. يعطيك الصحه. فين داخل؟ ارمينا نفسك، تفضل. ميكرو ميكرو باش يسمع ولا لا؟ اللي يتابعوا فينا يسمعوا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا حاب نقترح مقترح على جبهة التلة خلاص. قد الميكرو لأنه أنه تصور المرحلة الفارقة، معناها كان التحرك نتاعها معناها يعني مانيش باش نقول ضعيف لكن غير مقبول. نتصور أن النظام جرنا باش تكون تحركاتنا الكل، أو معناها تكون الكونسونتراسيون تاعنا على الجانب الحقوقي. معناها تفهم الجانب السياسي والقضايا الموجودة يعني في تونس كل اللي تتعلق بالنظام هي قضايا سياسية. انا اتصور نركزوا على الجانب السياسي وكل المتهمين بالقضايا السياسيه من الاحزاب وكل يقاطعوا المحاكمات الكل، لا يمشوا المحاكم، لا يعملوا محامين، لا حتى شيء، تكون معناها التحركات تحرك سياسي حتى معناها نقلبوا في العمق. السلام عليكم. صح. شكون؟ السلام عليكم الناس الكل، ويعطيكم الصحة على الموضوع. أنا لقيت المنتخب من شعرت كان بكشي أخباري حتى بيجي منظمة، ولكن أنا متشرف إني نحكي معكم شوية ونقول للشباب نتاع تونس الكل اللي استانس ب 10 سنين حرية، ونقول له اليوم إن شاء الله نلقاو الناس الكل كلمة واحدة ضد الاستبداد ضد الاستعمار. نحب جبهة الخلاص ومواطنو ضد الامبريال في الخارج وفي تونس يكونوا كلمة واحدة، لأني نشوف في تشتت كبير قاعد نتوقع في الأحداث من 25 جويلية بالتدقيق، وقاعد نشوف في تشتت كبير ما بين مواطنو ضد الامبريال، ما بين الشعب التونسي الحر اللي يحب يعيش بحرية ديمقراطية. وماذا بيا إن شاء الله لو كان الأستاذ العميد والرئيس السابق سيد بركار وفما برشا شخصيات والحاضرين الكل بارك الله فيكم، واللي في تونس خاصة، انه في يعني الناس اللي وراء جبهة الخلاص وراء مواطن الكلام الكل تحب يعني تكون فرد كلمة ونكونوا نقدموا كما قال خونا سياسيا أكثر من انه حقوقيا عندها بطبيعة ناسها، وما شاء الله قاعدين بالحق من أنا شهادة من أنا انه واقفين وقايمين باللازم. ان شاء الله سياسيا يعني نكونوا على قريب نحطوا خطوات معناها مهمه ونقدموا في اسقاط الانقلاب والانتخابات اللي جايه، وفما برشا كلام يعني ان شاء الله يكون من العمود والآلة من الناس اللي هي معناها ديمقراطيه والناس الحقوقيه انها تقدم افكار جديه وافكار معناها متوحده لكل الشعب الديمقراطي التونسي والحر اللي يحب يخرج من الاستعمار.
عثمان والديكتاتورية اللي احنا فيها بلي شي 70 ولا 100 سنة وما تعرفش منه. يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا مش نعمل دخل لكم تعليم، ستستغربون من الديس هذه تاع المساجين اللي عندكم، علاش ما فيهاش عبير مسلم؟ هو معناها العقلية اللي سادت وقت اللي جات الثورة والطبقة السياسية اللي هي عانت سنين وأجيال من الاستبداد ومن الدكتاتورية، لما جاءت الثورة أعطتها فرصة لم تحافظ عليها. وقال الشيخ راشد أنه الشعب سيحسم فيه ولم يمرروا عليها قانون العزل السياسي للتجمع، ففتحت من الباب للناس كل ألو كيما التجربة كانت معناها مبيبي معناها مازالت وليدة ومازال لابد منها من الديمقراطية هذه والمؤسسات والدولة لابد لها من أظافر ولابد لها من حزام يحميها. هذا اللي ما عملتوشه عليها، بالتالي معناها لابد من نقد ذاتي معناها عجيب. ولا يعجبني السيد الرئيس والدكتور منصف وقت يتكلم يقول هاو الاخطار عملناها وهاو كذا وهاو لومي على النهضه وهاو لومي على كذا، صحيح نوافقوا في برشا حاجات لانه ثم اخطاء فظيعه، ومن كان في نعمه ولم يشكر خرج منها ولم يشكر، لانه الناس هذه الفيروس هذه هي اللي اصلت الثوره وهي اللي هو وصل للوضع هذا. الله يهديك. أستاذ كريم، أستاذ كريم، أستاذ كريم، شيء سي هذا الشيء ها موجود لك مسكر الميكرو. أستاذ كريم حل الميكرو نتاعك. موجود في موجود في الزوم. اسمه يعمل سي عبد الميكرو أستاذ كريم. الو ابشي كلم استاذ معتصم خليش وصل وصل موجود معانا لكن مسكر الميكرو. انا نحب نعلق الاخ قبل لا يمشي، اخ قبل لا يمشي نعطيه معلومه شوي ايش اسمع خلي من بعد من مش لا دوم بالغلوة يا أستاذ. لا مش إمبورتانس كي دي، إمبورتانس. أبشر أبشر. أنا معلومة خاطر أنا قاعد نعيش في الشوية غير. أستاذ كريم. أنا خل يعني ماهوش يعني هو نقاش حوار حر يعني أنا نحب نعلق على الكلام اللي قاله الأخ. الأخ شكون بربي سامحك؟ خالد طارق. خالد سي خالد مرحبا بك سي خالد. انا يعني قلت انت فما منظمه سالتني على موضوع اللي تحدث فيه عبير موسى، خاطر احنا بالنسبه للمساجين السياسيين كحقوقيين كمدافعين على حقوق الانسان و يعني مؤمنين بالحق، كل حد مهما كان الجرم المرتكب في المحاكمة، المحاكمة العادلة، إذا في هذا الاتجاه أنا ولو كانت عبير موسى، وأنا قلت هذايا 2011 وقت انطلقت أول محاكمة لبن علي، قلت لأن وقتها تعرضنا لصعوبات باش لقينا محامين باش يدافعوا على بن علي، لما وقتها التجيت إلى سلطتي كعميد محامين وفرضت جبت محامين زوز محامين قبلوا باش يدافعوا في تلك الفترة. إذا نحب نقول لكم اللي أنا اتصلت بالمحامي أحد المحامين تاع عبير موسي بناء على طلب من منظمة حقوقية، وطلبت منه باش يعطيني بعض العناصر على الملف أو الملفات المتعلقة بها. جاوبني من بعد يقول لي رأي عبير موسي رافضة أنها تكون مع نور الدين البحيري مثلا ولا مع الرئيس راشد الغنوشي. وكنت آمل أنه باش قال لي لا هي تقبل وبتتر تقبل مع رضا بالحاج والبقية، أما هذه مسألة البحيري لا سبيل إليه، بحيث إحنا ما نفرقوش
ما بين المساجين السياسيين من منطلق كما قلت لك ولو انها معناها عملت والى اخره وصاليه وهي كانت احد اسباب الكارثه الرئيسيه اللي احد اسباب الكارثه الرئيسيه اللي قاعدين نعيشوا فيها منذ الانقلاب. يعني احنا عمرنا ما ننفي حق كل حد كل انسان في الدفاع عن نفسه، ولهذا هذا معناها حاجه ثانيه. حاجه ثانيه هو الرئيس المرزوقي معناه اللي هو معناها نشاور معاه ونتحدث معاه من منطلق ايماننا بان اليوم بلادنا في خطر، بلادنا اليوم في خطر ويجب على القوى المؤمنه بهذا الخطر اولا ومؤمنه زاد بقيام الحريه والديمقراطيه باش تجمع كل جهودها وتتجمع في اطار معناها حركه معناها باش نجم تقاوم هالانقلاب وتقاوم هالمنقلب. يعني اللي تقول فيه انت احنا قاعدين نخدموا عليه الان، نخدموا عليه الان وان شاء الله ان شاء الله القوى الحيه يعني في تونس معناها والقوى الحيه خارج تونس معناها تتفق على مخطط على برنامج عمل يكون معناه يوحدهم، هذا البرنامج يوحدهم من اجل الإطاحة بالانقلاب والرجوع إلى الديمقراطية والرجوع إلى المسار الانتقال الديمقراطي. أستاذ كريم يا أستاذ كريم باقي يمكن مش موجود، معناه هو تو موجود فيزيك معناها على الزوم، النجم يكونش مش موجود مشاش البلاصة. أستاذ سليم بن حميد قبل سليم أعطي الميكرو. شكرا لهذه المبادرة. أنا نحب نبدأ بالكلمة اللي قالها السيد الرئيس وفيها نوع من النقد الساخط وقت اللي تحدث عن المنقلب على أنه دجال. أنا نقول اللي أعطيته شوية أكثر من قلب ومن حلم لأنه الدجال يفترض فيه أن تكون له قدرات. الشخص هذا باش نطلق من المعطى هذا باش نوصلوا للتحليل الكبير. الشخص هذا هو لا ينتقل الى مستوى الدجال الذي له قدرات تتجاوز القدرات العاديه وانما هو واجهه وهو احمق داخل منظومه. المنظومه هذه هي المنظومه الامبرياليه الصهيونيه. على هذا انا نمشي مع كلام السي عادل وقت اللي قال اللي معركتنا هي جزء أو هي وجه آخر من معركة غزة. هناك قصف بالطائرات والإفادة والدم، وهنا في تونس وفي غيرها من الأقطار الوطن العربي إبادات أيضا، إبادة الديمقراطية هي إبادة للسيادة الشعبية وهي إبادة للشعوب إبادة باردة، كما كانت الحرب بعد الحرب العالمية، توقفت الحرب العالمية الدموية بتاع هيروشيما والقنابل النووية، ولكن تحولت إلى حرب باردة ماتوا فيها الآلاف والملايين. اللي ما ماتش بالقنابل مات بالجوع ومات بانهاك الثروات ومات بفقدان الكرامه، لان الشعوب الفاقده للكرامه هي تعيش حاله اباده من نوع اخر، اباده نفسيه ومعنويه. حروب الاباده ليست فقط معناها جسديه وانما هي حروب نفسيه وماديه ورمزيه. اليوم اللي حدث في تونس ولهنا هذه دعوه للخطوات القادمه لهذه المبادره الوطنية اللي صاير في تونس اليوم الانقلاب يمكن نعطوه اسم آخر، بل أفضل أن نعطوه اسم آخر وهو الاحتلال. السيد الرئيس كان عنده كلمة دائما يقولها وقت صراعنا ضد الدكتاتورية وهو أن الاستبداد هو احتلال داخلي كما أن الاستعمار هو استبداد خارجي. اليوم فعلا الانقلاب بتاع هذا الأحمق هو احتلال. اليوم الناس كل ندرك ونعرف اللي ثم ايادي خفيه تتحكم في تونس. يا اخي هذا قادر على ان سياده شعبيه الناس خرجت بالملايين في الانتخابات. واليوم حاله الخوف بتاع الشعب التونسي هي حاله واعيه. يعني انا نحب نقول ونرأف ونلطف بحال الناس انه الناس فاهمين وثم وعي لدى الشعب التونسي
بأن المعركة أو أن أبعاد هذه المعركة هي قاسية وقاسية جدا. يعني الشعب التونسي كان قادر في جزء منه كبير أنه يخرج ويواجه الدبابة التي أغلقت الدولة، ولكن ماذا كان سيكون السبب؟ لهنا نعرج من كلام السي خالد وقت اللي دخل وقال ما يسمى بتحسين الثورة، وأنه ما يسمى معناه أنه وقتها كان يلزم الضرب بيد من حديد. لو كان ضربت، وهذه مقاربات في المسألة معناها عدة قراءات، لو كان صار ضرب بيد من حديد ربما تونس راهي حالها كحال سوريا والعراق أو حتى كحال ليبيا. فالمسألة إذا يلزم نحطه الموضوع التونسي، الملف التونسي ومسألة الانقلاب ضمن سياق إقليمي ودولي. أنا أذكر أنه في زيارتنا إلى غزة كوفد حكومي، وكنت كان لي شرف المشاركة فيه، وقفنا وكان ثم عشرات إذا ما نقولش مئات الكاميرات، كما تحدث وزير الخارجية وقتها التونسي رفيق عبد السلام وتكلم. تلفت له أنا بعد قلت له يا سي رفيق سندفع ثمن هذه الزيارة غالية. وفعلا ما حدث من الانقلاب في 2021 هو نتيجة اللي تعرفها المنظومة الدولية هذه من أن التحرر، من أن التحرر في تونس وتحرر الدول العربية والديمقراطية هي طريقة لتحرير فلسطين، تحرير الأرض. لذلك ما لو نتذكروا نهار 14 جانفي يوم الجمعة وقت اللي طاح بن علي وهرب، خرجت بعض العشرات ربما المئات في الشونفيزي من المغاربة والجزائريين والتوانسة. شنو كان الشعار الرئيسي اللي رفعه لو تتذكروا؟ الشعب يريد تحرير فلسطين. فالمعركة واحدة، والإبادة اليوم صايرة في تونس وفي أغلب البلدان العربية، باش ما نطولش ياسر، لازم نكونوا نفككوا نقص هذه السلطة اللي هي سلطة احتلال. اليوم ما عادش لازم نتكلموا على انقلاب في تونس، لازم نتكلموا على سلطة الاحتلال. ونبشر به حتى في انطلاق من اعتباراتنا باش يعرف الشعب التونسي انه اليوم راهو شعب محتل، وان سلطة الاحتلال هذه يجب مواجهتها بكل ما تسمح به المنظومة القانونية الدولية. احنا ديما في سياق المقاومة المدنية، بالتالي يلزمنا نكونوا فاهمين ابعاد هذه اللعبة. وشكرا. شكرا استاذ الحمدان. إذا يعني تقريبا استحال الاتصال بالأستاذ كريم مرزوقي، على كل حال نحييه لأنه هو قاعد معنا، أحد ممكن أسباب التقنية حالت دون إمكانية الاتصال. نحب نشكركم جميعا على الحضور هذا، نحب نحيي ونشكر الرئيس منصف المرزوقي الدكتور منصف المرزوقي، رغم الظروف عائلية صعبة يعني يمر بها، إن شاء الله لكل حال إن شاء الله كل شيء باللطف، لكن حضوره معنا يعني حقيقة يعني يعطينا شحنة باش نواصل يعني التحرك، نواصل النضال بين ظفرين يعني، وخاصة نتواصل مع إخواننا في الداخل باش نقاوم المصيبة الجاثمة على أجساد الشعب التونسي اليوم اللي اسمه قيس سعيد. وإن شاء الله معناها عن قريب يسقط الانقلاب وتحيا فلسطين. ممكن عميد، عميد نقطة إعلامية، عميد سيد العميد ممكن نقطة إعلامية فقط. أنا أولا يعني كما قلت في البداية عين على فلسطين وعين على تونس، إن شاء الله تكون فما هذه الهدنة اللي ستعقد عن قريب. فمطلوب أن الملف التونسي الآن يعني نزيد الدوز، يعني معلومتين نعطيهم. المعلومة الأول، إحنا جمعية ضحايا التعذيب وعندنا بروتوكول مع المجلس العربي، يعني سيكون هناك فعالية في إسطنبول حول يعني حول الشبكة العربية الحقوقية، وموضوع تونس سيكون حاضر، وهذا واحد. اثنين، أن نعلمكم أن جنيف قادم على يعني محطة جد مهمة اللي هو مجلس حقوق الإنسان، يبدأ من 26 فبراير إلى 5 أبريل. نحن الآن بصدد ترتيب بعض الندوات داخل الأمم المتحدة،
وأيضا فكرة السيد الرئيس اللي يوم للمعتقل السياسي التونسي، نحن بصدد أيضا تنفيذه بالتنسيق مع المجلس العربي، سيكون يوم كامل حول المعتقل التونسي، الأسماء، الصور، التاريخ، كذا، وتكون هناك ندوة أيضا على هامش. فهذه جنيف، فأرونا باريس ماذا أنتم فاعلون، وشكرا.